بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، اليوم الدرس راح أقدم لكم إياه، يعني أول ما راح توصل تركيا، طبعا أنت راح تنزل بالمطار، طبعا إذا تجي بالبر مو مشكلة، لأن أنت بالبر أغلبيتهم اللي راكبين بالباص يعني تنزل بمكان تابع للشركة وكله عراقيين، راح تستفسر من العراقيين، ومسألة طبيعية هذه، تستفسر من العراقي المكان اللي تريد تروحه يدليك، مو فد مشكلة يعني. لكن في حال انت جيت بالمطار ان شاء الله راح ينفتح الطيران وراح تجي بالمطار، او لو حتى جيت بالباص وما لقيت عراقي يعني وقف لك او ساعدك، صدفة اختفوا من عينك يعني راحوا نزلوا بعدة محافظات قبلك، وانت من جيت نزلت بمحافظة الاخيرة ما لقيت احد عراقي حكيت وياه، لنفرض يعني انت ابو الشركة راح يفيدك، بس لنفرض لأسوأ الاحتمال سواء بالمطار او انت بالباص وصلت مكان ما بي احد عراقي، انت شلون راح تتعامل وتوصل للمكان اللي انت تريده؟ تعرفون كلكم انتوا اللي يجي هنا ما يعرف لغة، يعني اللغة التركية صعبة عليه وما متعلم، حتى لو متعلم من الانترنت كم كلمة. واني انصح بهذا الشيء يتابع الدكتور محمد زبدية اعتقد السوري، دائما يعطي هاي المعلومات الاولية، او تتابع عدة قنوات يطون، مثلا حتى انا بقناتي ناشر المعلومات الاساسية او الكلمات الاساسية بالبداية اللي انت تتعلمها. فهذا الفيديو مخصص انه انت وصلت وما اكو احد عراقي وما شفت احد، فراح تضطر انه تتعامل ويا شخص تركي. مبدئيا انت من تنزل اعتيادي يعني انت اما اكو شخص يستقبلك او انت راح تاخذ تاكسي، على ضوء انه انت عندك فد فندق ببالك، استفسرت من احد، اكو اسم فندق تروح عليه مباشرة، فراح تضطر انه انت تأجر سيارة تاكسي طبعا. فهاي المسألة طبيعية يعني مو اشكال واقف بيها صعوبة. فهسه راح ابدي لكم انت شراح تبدي وشراح تقول بالبداية. من البداية انت السلام المعتاد هما نفس الكلمة اللي عندنا احنا بالعربي، يعني السلام عليكم، اللي تختلف بها شوية نضيف لها حرف النون، تقول بدل ما تقول السلام يعني السلام عليكم، انت هذا اللفظ مالتها طبعا اللي هو بالتركي تقولها، يعني اخر شيء اللي انا حاط لكم اياه باللون الاخضر هو اللفظ التركي. وهنا هاي الكلمة هي كتابة باللغة التركية، تقدر انت هاي الصور طبعا تاخذ لها سكانر وتخليها بموبايلك للسهولة، مثلا تقدر تشوفها للتركي اذا ما قدرت انت تلفظها راح يقراها، طبعا مو السلام عليكم، لا، الحاجات اللي راح تجي بعدها راح تشوف المتطلبات. فانت مبدئيا انت شفت ابو تاكسي بالمطار واقف، طبعا التاكسيات كثيره بالمطار، فالتركي هو اصلا حتى بهم يحجون عربي، فانت راح تقول له سلام عليكم، سلام عليكم ابي، مو مشكله، سلام عليكم قبل، يعني ابي تعتبر مثل اخي، فانت راح تقول له سلام عليكم بهالطريقه، هو راح يجاوبك وعليكم السلام، طبيعي راح يجاوبك. فانت شنو الغرض من عندك؟ انت تريد تاكسي، هو تاكسي واقف ويدري بك انه انت تريد تاكسي، بس للاكثر الضمان اكثر راح تقول له انا اريد تاكسي. ايش راح تقول له؟ اللفظ مالته تاكسي استيوروم، تاكسي استيوروم، يعني استيوروم هي بمعنى اريد، الاستيوروم بمعنى اريد، فراح تقول له تاكسي استيوروم، تعلموها تاكسي استيوروم. هنا راح تجي عند الاجره، طبعا بعد ما انت تقول له راح يقول لك نيرده، يعني وين تروح، مبين من الحركه مالته او من اللفظ او يجوز هو يقول لك وين بالعربي. فانت اذا عندك مكان محدد مثلا شخص ينتظرك، خلينا نقول جايته سامسون بالميدان، مجرد تقول له ميدان يقول لك تمام، تقول له ميدان يقول لك تمام، عندك اسم فندق، عندك اسم شخص او مكان معين، او عندك فاتوره، انت مثلا داز لك شخص فاتوره عن طريق الموبايل بالواتساب، قال لك هاي الفاتورة تشوفها للتاكسي او صاحب التاكسي، هو راح يندل ويجيبك، فتقدر تشوف الفاتورة على الفاتورة فراح يوديك. فمن ضمن الشغلات راح يقول لك انت تريد تقول له قد الاجرة، مثلا كم الاجرة، اجريت نكدر، نكدر يعني بيش مثلا انت، او ايش قد السعر، اجريت نكدر، اجريت نكدر، هاي بيش الاجرة، ما تعرف ما تريد تقول له وتتفق وياه، مثلا انت ركبت وياه بدون ما تريد تقول له. بكل الاحوال التاكسيات بيها عداد، ماشي، التاكسيات بيها عداد، وهاي مساله طبيعيه في كل تركيا. زين، انت مثلا راح يلفظ الرقم اللي يقول لك اياه، ماشي، انت ما راح تعرف، مثلا انت ورا ما خلصت ونزلت، يعني نزلت من التاكسي
المكان اللي انت محدده او وصلك هو المكان اللي انت ردته، وقال لك فد كلمه وانت يعني رقم ما راح تعرفه. ثاني يقول لك يوز ليره، اكي يوز ليره، انت ما راح تعرف، انت ما بتعرف الارقام، مو انت راح تحفظ الارقام وترجع تظل انت استوك جاي تركيا بعدك جديد، انت ايش راح تسوي؟ تقول له اكتبه هنا او تشوفه هاي الورق، يعني انت هاي ماخذ لها سكانر بالموبايل تشوف اياه، هاي معناته اكتبها هنا. شو تطلع له؟ تطلع له الحاسبه اللي موجوده بالموبايل، كل واحد عنده موبايل بيحاسبه، طلع له الحاسبه قول له اكتب لي اياها هنا الاجره، فراح يكتب لك 100 او 200 يعني بالليره. انت مصرف ليرات اعتيادي من العراق جاي، لازم انت مصرف ليرات بجيبك، راح تعطي حسب المطوفه هاي مالتها، اللفظ مالتها بورايا ياز، بورايا ياز يعني شنو؟ اكتب لي هنا بالحاسبه، راح يكتب لك الرقم اللي خاص هو يعني بالاجره اللي ياخذها من عندك ابو التاكسي، منتهي من عندها. تريد تتشكر من عند اعتيادي، اي مثلا انت تقول احنا طبيعتنا العراقيين نتشكر من اللي يخدمنا، فتقول له شكرا لك، الطريقه مالتها بالتركي اللفظ تشكر ادرم، تشكر ادرم او تشكر لا عادي، يعني تشكر ادرم مو فد مشكله سهله، حتى لو تقول له شكرا هم راح يفتهمك، وفد مساله طبيعيه اغلبيتهم يفتهمون اللغه العربيه او يحجون عربي قاموا تقريبا. زين، انت مثلا ركبت لو التاكسي ما عندك مكان محدد، يعني انت جاي اول مره ما عندك صديق يستقبلك، ما عندك اي شخص، فتريد تقعد بفندق، وبعدين ثاني يوم ثالث يوم انت تروح تتعرف على كم واحد، او يلا تلتقي بشخص معين تدليه او تتصل به عن طريق الانترنت الموجود بالفندق. طبعا الانترنت بالفندق اي فندق تقدر تدخله، بس تقول له على الموبايل، تشوف الموبايل تقول له نت، طبعا الاستيروم قلت لكم اريد، انت تقدر تقول له نت استيروم او بس تقول له انترنت، هو راح يفتهم لابو الموبايل ابو الفندق، تطي الموبايل تطلع له الواي فاي يكنك لك على الواي فاي، يكنك لك التليفون مالتك، فراح يصير عندك انترنت بداخل الفندق، فلذلك انت مسيطر من تدخل بالفندق اكو كلهم انترنت، وتكنك تقدر تحكي ويا صاحبك اللي يستقبلك، وتقدر تدليه مكان الفندق، او حتى تطي بالواتساب تخابره وتطل صاحب الفندق يعني يدليه يحكي وياه ويدليه المكان. فبكل الاحوال انت ابو التاكسي مثلا ماكو صديق وماكو احد ينتظرك، ماكو مكان معين، تقول له اريد فندق، انا اريد فندق، تقول له فعادي بير، طبعا هاي الكلمه بير اوتيل استيروم، بير اوتيل استيروم، الاوتيل نفس الفندق اللي موجود عندنا بالانجليزي هم يلفظونه، فتقول له بير اوتيل استيروم، هاي بهالحاله راح يوديك الى فندق. طبعا اذا عندك اسم فندق معين قل له، ما عندك اسم فندق معين مو فد مشكله، هو راح يوديك يعني اي فندق، انت قل له اريد اروح الفندق مثلا. من توصل للفندق طب للحجز ورا ما تتعامل ابو التاكسي وتعطيه فلوسه، تسلم على ابو الفندق عادي نفس الشيء، سلام عليكم، راح تقول له بير اودا استيروم، انا اريد غرفه، سواء انت وعائلتك راح يفتهم بير اودا استيروم، يعني انا اريد غرفه معناته الي. انت هنا من شغلة الفندق راح يقول لك الحجز ايش قد انت تريده، انت مبدئيا يقول له اريد يومين، ايش راح تقول له يومين؟ اكيغون استيروم، اكيغون استيروم، الاكي طبعا اثنين، الجون هو يوم، اكيغون يعني يومين، استيروم انا اريد يومين، طبعا هذا راح يكون قابل للتمديد في حال اذا انت ما لقيت شقه او كذا، فتقول له اكيغون استيروم لابو الفندق، وهاي راح تكون مساله طبيعيه يعني مو فد شيء صعب. قلت لك اذا كلش صعبت عليك هاي تسويهن سكانر بالموبايل، تاخذ لهن صوره زائدا تشوفها لابو الفندق، تقول له شو يعني، ما لا تقول له انت بس شوف اياه للصوره هيك بيدك، راح يفتهم وراح يعرفك انت ما تعرف عربي، احتمال هو شويه يدقش عربي ويفتهم منك ويأجر لك، واعتياد الفندق هم راح يقول لك مثلا، يقول لك بهالقد السعر عادي، طلع له الحاسبه وقول له اكتب هنا نفس اللي اعطيتك اياه، من تقول له ياز راح يكتب لك السعر الموجود باليوم الواحد. زين، في حالة انت بهاي الليلة وصلت او المغرب بتت نمت وقعدت الصبح، طلعت من الفندق تريد تروح تجيب ريوك يعني لك ولعائلتك، فانت ما راح تعرف بالبداية شلون تسوق، ما لقيت قلت لك عراقي، فبكل الاحوال اكو دربك راح تلقي هذه الاسواق اللي هي اسواق البيم موجود، هاي بالصورة موجود اسواق البيم، او هاي 101 همينة موجود، او عندك راح يجيك هسه الشوك، اسواق الشوك، هذني موجودات يعني تفترض بالمنطقة تلقين، ما لقيتن تريد تندلهن قريبة على الفندق، هو ابو الفندق اذا نفسه تسأله تقول له بيم او المية واحد، طبعا ما راح تعرف انت، بس قول له بيم شوك راح يدليك المكان اي واحد تسأله، او تلقي اسواق تركية مسألة طبيعية عادية، يعني راح تلقي اسواق عادية.
زين انت راح تدخل راح تشوف كل شيء مكتوب عليه سعره، ماشي؟ ما لقيت مثلا بالاسواق العاديه ما لقيت السعر عليه، انت مثلا شفت الجبن اخذته وراح تلقي صمون وشغلات تاخذها للريوق، ايش راح تسوي؟ شلون انت يعني اول ما راح تدخل الاسواق او اول ما راح تدخل البيم راح يقول لك كلمه، انت لا تتفاجئ يمن الكاشير او صاحب المحل يعني اللي انت تاخذ من عنده الغراض. دائما بالبيم الشوك ال 101 الاسواق السوبر ماركت اي شيء اللي عندك الكوتشك بازار كلهن من توصل للكاشير اللي تدفع له فلوس راح يقول لك هذه الكلمه، يقول لك هوش جاردينيز، يعني هوش جاردينيز يعني اهلا وسهلا، انت لا تتفاجئ وما تعرف شو تجاوبه. تريد تسكت ما تعرف اسكت، تريد تجاوبه عادي تجاوبه بهذه الكلمه اللي هي يعني كانما اهلا بك، هوش بولدوك هوش بولدوك هوش بولدوك، يعني اهلا بك، مثل ما يسلم عليك او يقول لك اهلا وسهلا انت ترد السلام عليه بهالطريقه. هو راح يسكت، اذا خاف يقول لك تريد علاقه بوشيت تقول له ايفت مو مشكله علاقه يطلع لك اياها تحط اعتادي غراضك بيها. ايش راح يسوي؟ انت ما تعرف السعر، هم راح يقول لك السعر انت دايخ، شو تسوي؟ اكو دائما يم الكاشير اكو ساعه عداد، هذه الساعه العداد يذكر لك بيها الارقام يعني رقم الموجود اللي حسابك، يعني ايش قد صارت 10 ليرات حسابك، صار 20 ليره 30 ليره مثلا، ما تحتاج تطلع الحاسب، فهذا العداد هيك شكله دائما يبين تنتبه عليه، تشوف الرقم المكتوب راح تلقيه مثلا 20 ليره 30 ليره، انت في كل الاحوال ما تعرف مثلا. بكل الاحوال اذا عندك انت شايل 100 ليره كامله اعطي 100 ليره راح يرجع لك الباقي، لان انت مبدئيا بالريوق ما راح تاخذ طبقه بيض وتاخذ جبن وتاخذ يعني شغلات هواي، لا راح تشتري شيء بسيط يعني صمون مثلا جبن مثلثات او جبن عادي ويا شيشه مربى مثلا لنفرض، يعني هي شغلات بسيطه، فبكل الاحوال هي رخيصه، انت ما تريد تعرف وما دخت يعني انت شيل 100 ليره اعطي او 50 ليره راح يرجع لك الباقي، وهذه اهم شغله سهله. هسه خلصنا من شغله المسواق بالبدايه، ايش راح تسوق؟ انت قلت لك لحد اللحظه ما تعرف عراقي لنفرض. زين اذا انت وصلت للمطار او اي مكان وما تريد هاي كل الاجراءات ما تريد انت تسويها، يعني شفت هاي الاجراءات كلها عليك صعبه، ايش راح اسوي؟ تقول انا زين شو اسوي اذا هاي الاجراءات انا شوي صعبه علي، دخت لا اقدر احفظ الكلمه، لا اقدر اشوف الصوره، استحي مثلا اكو ناس تستحي تطلع الموبايل وتشوفه الصوره للسائق او كذا، شو تسوي مثلا؟ انت بكل الاحوال تروح على منو؟ عندك رقم صديق بتركيا، رقم صديق بتركيا يعني تخابره تتصل بيه ينصحك يقول لك مثلا خلي ابو التاكسي يخابرني واني افهمه، ماشي؟ ابو التاكسي وتروح للبيم وما تعرف، بس بكل احوال هم تطي تقول له خابر صديقي ترجمان، انت بس تقول له ترجمان يفتهم هو، من تطي موبايله تطي رقم تتصل. انت مثلا رصيد ما عندك خط تركي ما عندك، انت تتفق تريد من ابو التاكسي هو يخابر لك، فهنا انت راح تقول عاني صعوبه، لا ما تعاني صعوبه، نفس الشيء هاي الصوره تقدر هم تاخذها سكانر تاخذ لها صوره وتعطيها، راح يفتهم هو بموبايله كل اهل التاكسيات او كل الاتراك هم عندهم رصيد طبيعي وخاصه ابو التاكسي. زين فتقول كانما اريد منك ان تتصل بصديقي، اريد منك ان تتصل بصديقي اركيدشيوم ارامان استيروم، اركيدشيوم ارامان استيروم، انت ما راح تعرف ترفضها، اعطي هاي الصوره راح يشوفها يفتهم، راح يطلع تليفونه وراح يتصل مسألة طبيعية، من يتصل بصديقك؟ صديقك راح يفهمه باللغة التركية طبعا، يحكي وياه يقول له مثلا وصل لهالمكان هذا، هذا صديقي ايش قد الكروة، راح ياخذ كل المعلومات من عنده، ورا ما يخلص راح يقول له مثلا اعطيني صديقي اني راح احكي وياه فهمه، ويرجع راح يحكي وياك مسألة طبيعية ما بها اي صعوبة. اللي يجي لتركيا اكو ناس مهول المسألة انه راح توصل اني ادوخ اني اضيع، كل شيء ماكو، اكو ناس سالتني انه يقولون اكو عصابات واكو مافيات واكو ناس تلبس ملابس شرطه وتقتحم الشقق وتبوق وتخطف، هاي السوالف ترى ماكو، لا حد يهول المساله، واي استفسار انا حاضر ان شاء الله ما اقصر وياكم، ومساله طبيعيه رقم التليفون انا راح اخليه بالوصف زائدا بالتعليقات راح ارد عليكم، واخواني اترجاكم يعني ان شاء الله بس من شغله واحده
انه من تشوفون شخص يعلق بيسيء الادب نوبات اني ما موجود مثلا بالانترنت ما فاتح، حاولوا تردون عليه لحد ما اجي اشوف هذا شي يريد. انا يعني والله اتعجب على بشر من يجي يعلق له في التعليق مو زين بدون ما يفتهم، يعني واحد معلق لي على فيديو قديم من صدر قرار ماكو تجديد اقامه في سامسون، طبعا هو جاي يقول انت كذاب وماكو هيك حكي، واحد قال انتو اليوتيوبريه ما ادري شنو ومفشر وغلطان. زين انت لو متابع قناتي كان تعرف انه هذا الخبر قديم وبعدين تعدل القرار وغير شكل صار. انا اجيب معلومات مو من جيبي، احط معلومات صحيحه. لو تلقيه مثلا هو اصلا مو بسامسون، قاعد بانقره او قاعد بغير محافظه او دا يحكي بكيفه. فعلى كل حال اتمنى يعني تردون على هيك اشخاص، ردوا عليهم بادب بدون غلط على مود شوي يحترم نفسه، واللي او جوز اكو احد دازه يردون يفشلون القناه. اني الله شاهد ما لي علاقه لا اريد احصل لايكات ولا مشاهدات، وانا حكيتها اكثر من مره. صح القناه متفعله بها الارباح بس الله شاهد درهم ما مستلم لحد هاللحظه، وما لي علاقه بس يعني رزق يعتبر جايني غير مو مشكله، ماكو واحد ما يتمنى لاخوه رزق. انا بالنسبه لي ما مستلم شيء معدل، بس انا قناتي قديمه يعني مو من جيت تركيا وسويت القناه على المود مثلا اريد احصل هالمشاهدات وهاللايكات، لا انا قناتي من كنت بالعراق مصممها ومسويها، كنت اشتغل عليها مواقع وفوتوشوب وهالسوالف، فكنت ما متوقع انه يصير بها ارباح ولا كذا ولا كذا. جيت التركية وهمنه ما كنت ما تفعلت الى انها ما صار كم شهر، واني من زمان انشر وما لي علاقه بهالمسائل هذه. فما اتمنى يعني انه هذا هيك شخص جاوبوه، اريد اشوف هذا شنو شي يريد يعني بالضبط، ليش دا يسوي اي شيء يخرب ما اعرف والله بعد حش السمع الحثالات ما ادري منين دا يجون علي. على كل حال اتمنى لكم الموفقيه، وكل واحد ان شاء الله الله يسهل امره ويجي تركيا ويكون تنفتح بوجهه ابواب رزق والله يحفظه وين ما كان ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.